الشمسي الصادق الموسوي، المحور سوء الرعاية الصحية. إذا نظرنا إلى الوضع الصحي بالنسبة إلى السجون، بالنسبة للوضع السابق والوضع الحالي، الوضع الحالي يوجد فيه عدة نقاط. الكادر الطبي من أطباء وممرضين وغيرهم ما يعملون مهنية، وذلك لأسباب عدة، أهمها أنهم يمتلكون عقلية أمنية في التعاطي مع السجناء وبالخصوص السياسيين. اثنين، عدد السجناء الهائل اللي يبلغ عددهم حوالي 3000 سجين ما يتناسب مع الكادر الطبي اللي موجود، مما يؤدي إلى انحدار في تقديم الخدمة الطبية، ولذلك انخفضت وصار سوء رعاية صحية. أضيف إلى ذلك جملة من النقاط الثانية، من ضمنها تخفيض عدد السجناء الراغبين في زيارة العيادة الطبية بمعدل مثلا 3 لكل عنبر، وهذا العنبر يحتوي على تقريبا بين 140 إلى 150 سجين. بمعنى إذا كان المبنى فيه حوالي 270 إلى 290 سجين، معناته ما يتم السماح إلا إلى 7 أو 8 إلى زيارة العيادة الطبية، وهذا في حد ذاته أمر غير معقول وغير مقبول. نقطة إضافية، عدم الاهتمام بالنسبة إلى ذوي الأمراض المزمنة مثل القلب، مثل الضغط، مثل الكلى، وخصوصا الأمراض الدم الوراثية أو الأعصاب أو التشنجات والحالات الطارئة. ولذلك أكو موجودة أمثال مثل السيد هاشم سيد طالب، سيد الشرف، أو هشام علي منصور، وذولين متواجدين في مبنى 13. بالإضافة إلى إلغاء العديد من المواعيد ذات الصلة بالعيادات الخارجية مثل السلمانية والعسكري، أو إلغاء مواعيد العمليات، وكل دائما بحجج الوضع الأمني أو الوضع الطارئ وعدم مراعاة الحالات الطارئة. هذا غير نقل الحالات من السلمانية للعسكري، معناته بداية التشخيص الطبي من الجديد وزيادة معاناة السجناء. أضيف إلى ذلك عدم توفير الأدوية اللازمة وضرورية في صيدلية العيادة، وإلزام السجناء بإخبار أهاليهم أن أنتم بشرائها وإدخالها، وعلى فرض أن تم إدخالها فإن المواطنين يقومون أو فإن الموظفين يقومون إما بسرقتها أو التعمد بضياعها، وهذا مو فقط الأدوية اللي يتم إدخالها عن طريق الأمانات، بل حتى الأدوية اللي يتم صرفها عن طريق السلماني أو العسكري أو العيادات الخارجية يكون مالها إلى السرقة والضياع. نقطة إضافية، إهمال من يعانون من اضطرابات نفسية وعدم توفير الرعاية اللازمة التامة لهم، بدلا من معالجتهم يتمزجون في السجون الانفرادية إلى مدة تتراوح بين حوالي عام أو أكثر من عام، مثل عباس علي حسن جرداب الستراوي، أو عقيل حسن جاسم العكراوي، أو ياسر معتوق المنامي، أو صادق جعفر نهد المعاميري، أو سيد حسين السهلاوي، أو أحمد سعيد زهير من قرية القرية. نقطة إضافية، عدم الاهتمام بأقسام العلاج الطبيعي أو الأسنان، خصوصا لأن أكو عيادة واحدة تحاول أن تعالج ما يعادل 3000 سجين، وهذا أمر أيضا غير معقول. إذن في الواقع أن السجناء يعيشون غياب كامل للرعاية الصحية بكل صورها. هذا غير إذا لاحظنا إلى أنه تقريبا حوالي من 30 إلى 40% منهم يعانون من أمراض القولون، وكل ناتج عن سوء التغذية. هذا ما تم في ملخص سوء الرعاية الطبية. شكرا لكم.